النداء الأخير للرحلة رقم 515 المتجهة من مطار القاهرة إلى باريس. على السادة الركاب التوجه إلى بوابة رقم 1. شكراً. بليز يا فندم بسرعة عشان الطيارة هتفوتك. أوبس. بليز يا فندم معلش ممكن نرجع تاني؟ هو أنا معايا المفاتيح بس يعني مش مشكلة يعني. طب معلش يا فندم يا ريت لو معانا أي حاجة معدن يا ريت لو نحطها في البوكس ده. على فكرة أنا بالأسلوب ده الطيارة فعلا هتفوتني. يا فندم الطيارة تفوتك وتوصل سليمة ولا تتقلب بيكوا كلكوا؟ معلش يا فندم الأمن والأمان هنا أهم حاجة. بليز لو نرجع تاني. أوكي. اتفضل. ميرسي شكرا يا فندم. أوبس. يا ريت يا فندم لو معانا أي حاجة معدن نحطها في البوكس ده أو ثانية واحدة. احسن انا اعمل شيك. اوكي واضح ان في حاجه. يا ريت نفضي جيوبنا يا فندم ونرجع تاني. دي مجرد كوينز حضرتك يعني. يا فندم حضرتك ترجع تفضي كوينز هنا وترجع لنا تاني بالسلامه. استغفر الله العظيم. اتفضل. اوكي ميرسي قوي يا فندم لحضرتك بجد. ايوه لم الكوينز كلها. بون ابيتيت يا فندم. مع السلامه. رحله سعيده. مع السلامة. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. لو ما فيهاش مضايقة لحضرتك ممكن لو معانا أي حاجة معدن يا ريت لو نحطها في البوكس ده. أحط الكرسي في البوكس إزاي؟ مش فاهم. سوري يا فندم دي تعليمات الأمن. لو مش في البوكس يبقى حضرتك مش هتعدي. طب إزاي يعني؟ يا فندم ده الأمن والأمان يا فندم عشان سلامة حضرتك. حضرتك ممكن الكرسي ده يبقى فيه سلاح، ممكن يبقى فيه قنبلة، حضرتك ممكن تبقى إرهابي رخيص وضيع وخاين. هعرف منين أنا؟ يا فندم بذمتك أنا منظر واحد إرهابي ولا معاك قنبلة؟ الأمن يا فندم ملوش أي دعوة بالمنظر. بليز من فضلك نعدي بدون الكرسي. استغفر الله العظيم يا رب. معلش فضل. معلش ساعدني بس إيدك معايا. طبعا إيدك معايا. على مهلك. على مهلك. سنت. ايوه اوكي. اوبس. طب معلش بقى يا فندم ممكن حضرتك الاستاذ يعدي لوحده؟ معلش معلش يا فندم. يلا برافو. اتفضل. اوكي كويس. اتفضل. تمام شكرا يا فندم. طب ممكن اساعده؟ لا يا فندم يعتمد على نفسه. اتفضل. بون ابيتيت يا فندم. بون ابيتيت. شايف يا فندم ان حضرتك اللي كنت بترن؟ طب يا فندم انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم. لازم تعدي لوحدك يا فندم. يا فندم انا رجليا الاثنين مكسورين مش هقدر. لا ما نقولش مش هنقدر، نقول هنحاول. يلا ثق في نفسك، ثق في ربنا سبحانه وتعالى، ويلا عدي. يلا يا باب. يلا اتفضل. يلا هوب. اي اوبا. برافو برافو. معلش معلش بس يا ريت حضرتك ما تحزقش عشان ما تتعبش. يلا عادي يلا هتقدر. يلا اسرع تشجيع يا هاني. يلا برافو برافو. ايوه الله ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ طب ما احنا حلوين اهو. امال ايه لازمته بقى الكسل ده؟ يا ريت يا فندم لو معانا اي حاجه معدن يا ريت لو نحطها في البوكس ده. حرام عليكي بقى. حرام عليكي يا فندم. حضرتك ممكن تبقى لابس ساعه، حزام، اي حاجه، رشاش مثلا. انا هعرف منين يا فندم؟ حزام. انا لابس حزام. اوكي يا فندم نسلت الحزام ونحطه هنا في البوكس ونعدي. على فكره والله العظيم الطياره هتفوتك بكسلك ده. من الحزام اهو. فرحتني يا فندم. اتفضل. برافو. يلا هاني تسقيفه للراجل اللزوز ده. يلا برافو. اوكي اوبس برضو زمرت يا فندم. انا هكرر السؤال تاني. يا ريت لو معانا اي حاجه معدن يا ريت لو نحطها في البوكس ده. بس انت حرام عليكي. حرام عليكي يا فندم. حرام عليا ان انا بحافظ على الامن والامان. دي ارواح ناس حضرتك ما تعطلش الطابور. طب لو مؤاخذه حضرتك ممكن اعدي انا؟ اوكي يا فندم طبعا بس يا ريت لو معانا اي حاجه معدن يا ريت لو نحطها في البوكس ده. قوي قوي. اتفضل يا برنس. اتفضل. مؤاخذه معلش. اوكي في حضرتك كازلك في الجينز؟ انا شايفاه. يطلع بعد اذنك في البوكس. امال يلا اتفضل. ايوه الله ميرسي قوي لحضرتك. شايف ميرسي ليكوا. بون ابيتيت يا فندم. بون ابيتيت. شايف حضرتك الناس الملتزمه؟ شايف يا فندم. بصي انا فتشت كل جيوبي وكل فجوه في جسمي واوعدك اني معيش اي معدن. سامحني يا فندم
أنا علشان تحقيق الأمن والأمان على طائرتنا دلوقتي هضطر أتخذ مع حضرتك إجراء 22 ميم لام ط. الحمد لله هتعدوني من بره؟ لا يا فندم، حضرتك هتخلع ملابسك بكامل. أيوة يا فندم، لأن حضرتك اللي بيرن ده ممكن يبقى زرار، ممكن يبقى مدفع، أنا ما أقدرش آخد الريسك يا فندم. كله لعب بنطلون. معلش يا فندم، طب في حاجة مهمة قوي، حضرتك حاشي درس أو حاجة مثلاً؟ ممكن مش متذكر. تصدق ممكن؟ طب لا معلش، احنا يا ريت لو نفتح بس البق الجميل ده لودي. الله. لا والله في درس هنا محشي بس بتحصل كتير، فالنظره ليا بس من فضلك. ميرسي قوي، شكرا. ميرسي. يلا يا هاني نشيله على جنب عشان ما نعطلش الطابور. ميرسي. يلا اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، من فضلك. ايوه شكرا، اركنوا كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم، اتفضل. اتفضل يا فندم. طبعا اوبس، ايه ده بيرن ليه ده؟ طيب حضرتك يا ريت لو معانا اي حاجه معدن يا ريت لو حطها في البوكس ده. لا يا شيخ، الامن والامان يا فندم اهم حاجه عندنا.